الآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. نتابع هذه الوقفة الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب. شكرا دينا فكري. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز طارق الملا الاجتماع الوزاري 24 للمنتدى بالقاهرة بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء. أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى. أوضح وزير البترول أن أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكاملان، وأنه كلما اتخذنا خطوات مواجهة التحدي المناخي فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة. إلى سوق المال، حيث تبانت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 716 مليار جنيه. أما صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10320 نقطة ليرتفع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2224 نقطة ليتراجع بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3178 نقطة ليتراجع بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة. قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق، في حين أن الغرض الأساسي منها هو تخفيف أي نقص في الإمدادات. كما وصف وزير الطاقة المملكة بأنها تظل أكثر مورد للنفط يمكن الاعتماد عليه في العالم، وأنها زادت من مبيعاتها إلى أوروبا إلى 950 ألف برميل في سبتمبر من 490 ألف برميل في نفس الوقت قبل عام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزميلات لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة خليل.